تلاميذ سنة ثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار فصل ثاني في مادة الرياضيات. الموضوع موجود على القناة في كوميونيتي من أجل الطباعة وإعادة حله. لا تنسوا الدخول على القناة للاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إذا نبدأ في حل الاختبار معا. التمرين الأول، اكتب العدد المناسب لكل تفكيك. 8000 زائد 200 زائد 6، 6000 زائد 100 زائد 8 زائد 7، 3000 زائد 8 زائد 300 زائد 90، 2000 زائد 3. لدينا التفكيك، نكتب العدد المناسب. لدينا 8206، 8000 زائد 200 زائد 6 تساوي 8206، 8206. نواصل، 6000 زائد 100 زائد 8 زائد 7، 6100 أحسنتم و78، 6100 و78. نواصل، 3000 زائد 8 زائد 300 زائد 9، 3000 و398، 398. نواصل، 2000 زائد 30، 2030، 2030، 3398، 3398، 8206، 6178. نلتقي إلى التمرين الثاني. املأ بالمقادير المناسبة. نملأ الفراغ بالمقادير المناسبة. لدينا 1 كيلوغرام، كم تساوي من الغرام؟ أحسنتم، تساوي 1000 غرام. واحد نضيف 3 أصفار. 4 كيلوغرام، كم تساوي من غرام؟ 4 نضيف 3 أصفار. 50 كيلوغرام، كم تساوي من غرام؟ أحسنتم، أكتب 50 وأضيف 3 أصفار. 1 2 3، تساوي 50000 غرام. لدينا 1 كيلوغرام تساوي 1000 غرام. إذا 1000 غرام تساوي 1 كيلوغرام. 8000 غرام، 1 2 3، أحسنتم، تساوي 8 كيلوغرام. نحسب 3 أصفار، يبقى 8. 5210 غرام، كم تساوي من كيلوغرام؟ 1 2 3، 5 كيلوغرام و210 غرام. نواصل، 765 غرام، 1 2 3، لا يوجد هنا. إذن كم يساوي كيلوغرام؟ أحسنتم، 0 كيلوغرام، وتبقى 765 غرام. نراجع، 8000 غرام تساوي 8 كيلوغرام، 5210 تساوي 5 كيلوغرام، و210 غرام، لا يوجد كيلوغرام، لا يوجد الآلاف، 0 كيلوغرام، 765 غرام. نصف كيلوغرام، لدينا 1 كيلوغرام يساوي 1000 غرام. نصف كيلوغرام، أحسنتم، نصف 1000 يساوي 500 غرام. نواصل، 6 كيلوغرام زائد 1000 غرام، كم تساوي من الغرام؟ غرام، غرام، نحولها إلى الغرام. 6 غرام تساوي، جيد، 6، نضيف 3 أصفار، 2 3، زائد 1000، 6000 زائد 1000، أحسنتم، تساوي 7000. غرام، غرام، غرام. هنا لدينا كيلومتر والمتر. كيلومتر نفس الشيء، كيلومتر متر، كيلوغرام غرام، نفس الطريقة. 3 كيلومتر تساوي، أحسنتم، 3 3، نضيف 3 أصفار. متر، 3000 زائد 450، عملية الجمع. صفر، 5 4 3، 3450 متر. كل هذه التمارين يمكن تعويض كيلومتر بالمتر وإجراء نفس العمليات، نفس الطريقة. 3 كيلومتر تساوي 3450، 3450. نلتقي إلى التمرين الثالث. لاحظ واكمل متتاليه الاعداد. لدينا متتاليه الاعداد، 1500، 2000، 3500. فراغ، نكمل متتاليه، 1500، 2000، كم اضفنا هنا؟ احسنتم، اضفنا 500.
ضفنا 1500 زائد 500 أصبحت 2000. إذن دائما نضيف 500، تصبح أحسنتم 2500. كذلك نضيف 500، تصبح أحسنتم 3000. نضيف 500، 3500 صحيح. نضيف 500، أحسنتم 4000. نضيف 500 دائما 4500. أول نبحث عن كم أضفنا من 1500 إلى 2000، وجدنا 500، نضيف كل مرة 500، 2000، 2500، 3000، 3500، 4000، 4500. الوضعية الإدماجية: اشترى الأب من عند الخضار 2 كيلوغرام من البرتقال ب 100 دينار للكيلوغرام الواحد، و 5 كيلوغرام من البطاطا ب 40 دينار للكيلوغرام الواحد. سؤال أول: أحسب ثمن البرتقال. سؤال ثاني: أحسب ثمن البطاطا. سؤال ثالث: أحسب ثمن البطاطا والبرتقال. أعطى الأب للخضار ورقة نقدية ذات 500 دينار. سؤال الرابع: كم سيرجع له الخضار؟ إذا المعادلة الوضعية: الأب اشترى من عند الخضار برتقال 2 كيلوغرام ب 100 دينار للكيلوغرام الواحد. معناه 1 كيلوغرام ب 100 دينار. لدينا عملية، أحسنتم، عملية الضرب. سؤال: أحسب ثمن البرتقال. كم لدينا برتقال؟ 2 كيلوغرام، 8 كيلوغرام الواحد 100 دينار. إذا ثمن البرتقال 100 ضرب 2 يساوي 100 ضرب 2، عملية عمودية. أصفار في الوحدات اللي نضربها، 2 ضرب 1 2، نزل الأصفار يساوي 200. سؤال: أحسب ثمن البرتقال. نجيب على السؤال: ثمن البرتقال مئتان دينار. سؤال ثاني: أحسب ثمن البطاطا. كم اشترى من بطاطا؟ 5 كيلوغرام من البطاطا ب 40 دينارا للكيلوغرام الواحد. دائما للكيلوغرام الواحد، 1 كيلوغرام من البطاطا 40 دينار. هو اشترى 5 كيلوغرام، احسنتم، عملية الضرب، 40 ضرب 5، عملية عمودية. دائما صفر الوحدات اللي نضربه، 5 ضرب 24 نزيد الصفر 200 تساوي 200. نجيب عن السؤال: ثمن البطاطا أحسنتم 200 دينار. نواصل: أحسب ثمن البطاطا والبرتقال. إذا وجدنا ثمن البرتقال 200 دينار، وجدنا ثمن البطاطا 200 دينار كذلك. إذن المطلوب هو ثمن البطاطا والبرتقال، والبرتقال عملية، أحسنتم، عملية الجر. إذن 200 هو ثمن البرتقال، و 200 هو ثمن البطاطا، يساوي مباشرة 400. ويمكن إجراء العملية: 200 زائد 200 يساوي 400. إذن نجيب على السؤال: ثمن البطاطا والبرتقال، البطاطا والبرتقال أربعمائتين دينار. نواصل: وجدنا ثمن البرتقال، وجدنا ثمن البطاطا، وجدنا ثمن البطاطا والبرتقال، جمعناهم. أعطى الأب للخضار ورقة نقدية ذات 500 دينار. الأب لما اشترى الخضار والبطاطا أعطى للخضار 500 دينار. كم سيرجع له الخضار؟ سيرجع له الخضار، أحسنتم، عملية الطرح. إذا 500 دينار المبلغ الذي أعطاه للخضار، ثمن البطاطا والبرتقال هو 400 دينار، ناقص، نجري العملية عمودية، ناقص صفر ناقص صفر 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 ناقص صفر، 5 ناقص 4، أحسنتم، 100.
ونجيب عن السؤال. كم سيرجع له الخطأ؟ سيرجع له الخطأ. نعيد شرح الوضعية. إذا الأب اشترى من عند الخضار 2 كيلوغرام من البرتقال ب100 دينار للكيلوغرام الواحد، ثمن البرتقال 100 ضرب 2. اشترى 5 كيلوغرام من البطاطا ب40 دينار للكيلوغرام الواحد، ثمن البطاطا عملية الضرب وجدناها 200. المطلوب ثمن البطاطا والبرتقال عملية الجر وجدناها 400. ثم أعطى للخضار ورقة نقدية ذات 500 دينار، كم سيرجع له الخضار؟ عملية الطرح، أجبنا عن السؤال، سيرجع له الخضار 100 دينار. وهكذا انتهينا من حل اختبار. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.